بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محب وعشاق تعلم اللغة الإنجليزية على قناتكم المتواضعة، قناة مستر وائل ربيع البدري على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. النهاردة معنا فيديو جميل جدا ومفيد جدا لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2023. عندنا النهارده يا مستر فيديو حل نموذجي وتحليلي لمنطقه كفر الشيخ الازهريه، ان شاء الله يفيدنا ويفيد زمايلنا جميعا ان شاء الله في المستقبل كمان. وندخل مع بعض على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين معانا منطقه كفر الشيخ الازهريه، امتحان الترم الثاني الشهاده الاعداديه 2023. نبدأ مع بعض بسؤال الديالوج اللذيذ جدا. المحادثة، يوسف بيكلم منار بيقول لها هلو منار وات ار يو دوينج، اهلا يا منار انت بتعمل ايه؟ فبتقول له هلو يوسف، اهلا يا يوسف، وردت عليه. قبل طبعا ما ارد لازم اكون قرأت الايه الديالوج مرة اتنين تلاتة، حدد موضوعي ازمنتي اشوف المتحدثين واظبط الدنيا. طيب بتقول له يا اولاد، يوسف بيقول لها اي نو You love reading English books. أنا عارف إن أنت بتحب قراءة الكتب الإنجليزية. يبقى كانت بترد بتقول إيه؟ برافو برافو عليك. I am reading an English book. كلام محترم جدا. بعدين يوسف سألها سؤال، قالت له I bought it yesterday. Sorry. أنا اشتريته أمس. يبقى برافو عليك. كان بيسألها عن إيه يا أولاد؟ عن الوقت. When did you buy it؟ متى أنت اشتريتيه؟ فبعدين يوسف سألها سؤال، قالت له منار yes of course you can borrow it، نعم بالطبع أنت تستطيع أن إيه أن تستعير. في ناس بتقول لي يا مستر can I borrow it please، كلام محترم. can you lend it to me please، هل يمكنك أن تعيره لي من فضلك؟ كل دي إجابات محترمة وجميلة جدا، وطبعا هنزل لكم الحل المكتوب في الشورتس اللي بعد الفيديو. طيب السؤال التاني، سؤال situations اللي اتدربنا عليه ياما، وقلنا هو سؤال الديالوج بس بطريقة يعني كتابية، ماشي، بيطلب منك تقول الموقف، بيطلب منك ترد على الموقف، الموضوع بسيط جدا. طيب الموقف الأولاني، your brother won a prize، زي أخوك فاز بجائزة. الله عليكم، هتقول congratulations مبروك، great news أخبار عظيمة، bravo great job أو good job، كل ده محترم جدا، أو that's good news كلام جميل، اي تهنئه جميله جدا يا اولاد. طب نمبر 2، يو بروك يور ماذرز فيفوريت فيز، انت كسرت الفازه او الزهريه المفضله لماما. تقول لا يا اولاد اي ام سوري مام. اوكي نمبر 3، السؤال تشوز العبقري الاختياري. اوكي بيعتمد على الفوكاب، بيعتمد على الجرامر، نركز جامد، نقرا جملتنا للاخر، ترجم افهم، اقرا الاوبشنز، ترجم وافهم، احط الايه الكلمه المناسبه حسب المعنى وحسب الاستراكشر. طيب they space a report about animals and plants that are in danger، هم ايه تقرير عن الحيوانات والنباتات التي تكون في خطر، كلام محترم جدا. طيب published، برافو عليكم، بمعنى نشر. طيب if we space plastic rubbish we will pollute the air، لو اننا ايه القمامة البلاستيكية نحن سوف نلوث الهواء. الله عليك، قاعدة إف فعل الشرط مش موجود، ألمح بسرعة جواب الشرط ويل والمصدر، يبقى مضارع بسيط burn بمعنى يحرق. أوكي طيب ليه مستر مضارع بسيط؟ لأن عندي ويل والمصدر. وليه مستر مصدر؟ لأن عندي وي بس. طيب نمبر 3، the wind turbines space energy for the community، توربينات الرياح ايه الطاقة للمجتمع. الله عليكم، produce اللي هي تنتج. طيب I didn't send the report until I space it، انني لم ارسل التقرير حتى انا ايه هو. الله عليكم، until. طيب قبلها ماضي بسيط منفي، بعدها ماضي تام بكل بساطة، يبقى had revised، قد راجعته. I avoid space salt and fats، انني اتجنب اتفادى اتحاشى الملح والدهون. الله عليكم، افويد من مجموعه الجيران دا والنون، يبقى ايه تاني؟ طيب بيقول لي في القطعه الجميله يا اولاد، a large factory in Denmark
has an expensive way of producing renewable energy. مصنع ضخم في الدنمارك له طريقة رخيصة أو غير غالية لإنتاج الطاقة الغير المتجددة. It burns rubbish. إنه يحرق اللي هي أولاد القمامة. If the factory didn't burn the rubbish, لو أن المصنع لم يحرق القمامة, it would go to the landfill sites. إنها ستذهب, إنها كانت ستذهب إلى مواقع إلقاء الإيه؟ القمامة أو تجميع القمامة. طيب, by burning the rubbish, the factory produces energy enough electricity for 150,000 homes. عن طريق إحراق القمامة, المصنع بينتج كهرباء كافية ل 150 ألف بيت. If the factory burned fossil fuels to make this electricity, it would produce harmful gases. لو المصنع أحرق الوقود الحفري لكي يصنع هذه الأولاد الكهرباء, فإنه كان سينتج غازات مضرة. There is a garden on the roof of the factory. يوجد هناك حديقة خاصة على سقف أوكي أولاد أو سطح المصنع. The plant there absorb some of the air pollution that comes from the factory. النباتات هناك بتمتص بعض من تلوث الهواء الذي يخرج من المصنع. You can also slide down the roof. Isn't that amazing? يمكنك أيضا أن تتزحلق أسفل السقف أو السطح ده. أليس ذلك مذهلا أو شيقا أو رائعا أو مفاجئا أو مدهشا؟ طيب, السؤال هو بيقول لي what does the factory produces. المصنع ده بينتج يا أولاد. It produces electricity. It produces renewable energy. Okay, كلام جميل جدا, الاثنين إجابات محترمة. طيب, where is the garden? أين تقع الحديقة الخاصة؟ It's on the roof of the factory. على سطح المصنع. What would happen if they didn't burn the rubbish? ماذا كان سيحدث لو هم لم يحرقوا القمامة؟ هنقول يا أولاد it would go to the landfill sites. إنها كانت تذهب إلى مواقع أو المقالب بتاع النفايات. كلام محترم جدا. Number 4. The plant is there absorb some of the air space that comes from the factory. النباتات هناك بتمتص بعض من الهواء الذي يخرج أو الذي يأتي من المصنع. الله عليكم. Pollution number B. By burning the rubbish, the factory produces enough electricity for space 1,000 homes. خد بالك من التركة دي. عن طريق إحراق القمامة, المصنع بينتج كهرباء كافية لكام ألف منزل. يبقى 150 نمبر بي برضو. طيب, الباراجراف الجميل بيقول لي 6 جمل عن visiting the coast. موضوع جميل جدا ومتدربين عليه وعاملين عليه برضو فيديوهات جميلة. أرجو إن احنا نبص على الفيديوهات السابقة, هنلاقي الريفيو موجودة والباراجراف عن الموضوع الجميل ده. أسئلة الخاصة بالمتخلفين, أسئلة سهلة جدا. تشوز نمبر 1. In this journey you can see space crossing the Nile. في هذه الرحلة أنت يمكنك أن ترى تعبر النيل. الله عليك. ونمبر سي فيريز اللي المعديات. Which item is the space useful. أي صنف, أي نوع, أوكي أولاد, أي أداة تكون الإيه فائدة. الله عليكم. الأكثر عند ذا وعند صفة طويلة, يبقى حط most أو least. برافو عليكم. نمبر بي. What kind of books you are used based in. ما النوع من الكتب الذي أنت به. الله عليكم. مهتم به, مغرم به. برافو عليكم. هتبقى interested طبعا عشان verb to be وعند in. I've tried to space an art club. إنني حاولت أن نادي رسم أو نادي فني, نادي أدبي. يبقى join طبعا بكل بساطة يا أولاد. ونمبر 5. I have already space breakfast. طبعا عندي انني بالفعل قد طعام الافطار. فطبعا عندي have already بمضارع تام بسيط. يبقى عايز تصريف ثالث, هتبقى ايتن. وانتهت كده الاسئله. والامتحان الجميل, امتحان بصراحه امتحان للطالب المتوسط, ما فيهوش تريكات كتيره. واتمنى نكون استفدنا. وما ننساش يا جماعه في النهايه لو سمحتوا زكاه العلم ان انا انشره اشير,
وطبعا اشجع العلم النافع عن طريق اللايك الجميل، سبسكرايب، افعل زر الجرس، وطبعا ما انساش الكومنت. الكومنت بيدعم القناه يا اولاد. لو كان كومنت ايجابي، لو كان نقد يبقى نقد بناء. اتمنى نكون استفدنا جميعا، وربنا يزيدنا دايما ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وكان معكم اخوكم مستر وائل ربيع البدري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.